الآن مع فقرة المولد الشريف والمدائح الولائية والمنشد علي عبد الله العريبي، فليتفضل تحفه الصلاة على محمد وآل محمد. نبارك لكم ذكرى ميلاد الإمام محمد بن علي الباقر، ونسأل الله أن يعيدنا وإياكم على مثل هذه الأيام بحال أفضل من هذا الحال ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. ولايتي لأمير النحل تكفيني، ولايتي لأمير النحل تكفيني عند الممات وتغسيلي وتكفيني، وطينتي عجنت من قبل تكويني، بحب حيدار فكيف النار تكويني. يا بيت رسول الله حبكم، يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله، في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. علمنا 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 يرفرف هالمساء أصبح، علمنا علمنا بفرح في مولده باقر، علمنا وعلى هالعادة والدنا علمنا، يا أمنا نحتفل في هالمسيا، أمنا نحتفل في هالمسيا، يا أمنا نحتفل في هالمسيا، ذكرهم 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 بداية كل حفل يحلى، ذكرهم ألف هنيا لكل واحد، ذكرهم قرأنا بسيرة الباقر، ذكرهم رسول الله بعث لي تحية، رسول الله بعث يا رسول الله بعث لي تحية، وهلهل 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 علينا هلال هذا الشهر، هلهل هلهل ونور الباقر بهالليلة، هلهل عيد يلتواليهم وهلهل، وهذا المصطفى خير البرية، وهذا وهذا المصطفى خير البرية، خير البرية وصلوات
ها خوتي ها ها عمي ها ها خوتي ها ها خوتي ها. إذا دارت رحى الأيام طحنت بسمة الشفتين، إذا دارت رحى الأيام وطحنت بسمة الشفتين، تيقن ترجع البسمة بليالي مولد نورين. أبو الصادق مع الهادي ضواهم ضوى بالكونين، وها خوتي ها ها خوتي ها. وتشعشع نوره للعصمة، وتشعشع نوره للعصمة، وتشعشع نور وتشعشع نور. ها خوتي ها. هلا بأهل الفرح أهلا، شملكم يطرب وزاني، وطشت الماتي مثل ورود عطرها عطر رباني. هلا بأهل الفرح أهلا، شملكم يطرب وزاني، وطشت الماتي مثل ورود عطرها عطر رباني. بحفلنا تنزل الأملاك وهذا الحفل بحراني، وها خوتي ها. وجبريل يحول ويانا، جبريل يحول ايدك ايدك، جبريل يحول ويانا، جبريل مولد وافراح. هلا والله هلا الباقر قمر لاح، هلا والله هلا مولد وافراح، هلا والله هلا باقر قمر لاح، هلا والله هلا. ردد ردد، مولد وافراح، هلا لا هلا والله هلا. نور الباقر الليلة يا كبر هالليلة فرحة، نورت دنيانا كلها والهنا كيفن وضحى، صارت الدنيا زهية والخلق كلها بمرحام. قابس من رب الجلالة الله إيه نور على أكوان لا لا قابس من رب الجلالة ونور على أكوان لا لا فرحانة ها ها فرحانة فرحانة الدنيا الليلة فرحانة الدنيا فرحانة. نجم السعد لاح هلا والله هلا، الباقر قمر لاح هلا والله هلا، نجم السعد لاح هلا والله هلا، قمر لاح هلا. جينا للماتم نهني بمولد السيد الباقر، علم من أعلام حيدر صرنا بحبه نجاهر، ما نخاف الناصبي اللي يجحد مقامات الأكابر. وجينا يا سجاد كلنا الله جينا يا سجاد كلنا بحبلكم كلنا اعتصامنا جينا يا سجاد كلنا بحبلكم كلنا اعتصامنا. زادت الأفراح
هلا والله هلا الباقر قمر لاح، هلا والله هلا زادت الأفراح، هلا والله هلا الباقر قمر لاح. لازم تصير المآتم مصدر الحب والمحبة، نجتمع كلنا على درب الحسين اللي نحبه، قلوب شفافة تحب المولى وتحب اللي يحبه. لازم تصير المآتم مصدر الود والمحبة. الشاعر الشيخ حسن الكوري، نجتمع كلنا على درب الحسين اللي نحبه، قلوب شفافة تحب المولى وتحب اللي يحبه. ربي بجاه الأيمة، الله تكشف لنا كل غمة، ربي بجاه الأيمة تكشف لنا الكل غمة. ننعم بالأفراح، هلا والله هلا الباقر قمر لاح، هلا والله هلا ننعم بالأفراح، هلا والله هلا الباقر قمر لاح. نرفع كفوف الضراعة بالدعاء الكل سجين، فرج اللهم عن معتقلينا. نرفع كفوف الضراعة بالدعاء الكل سجين، يرجع الأهل بسلامة يا إله العالمين، وكل غريب ترد الأهل وتجبر قلب الحزين. ربي بمحمد وآله تجبر قلوب الثكالة، ربي بمحمد وآله تجبر قلوب الثكالة. نرفع كفوف الضراعة بالدعاء الكل سجين، يرجع الأهل بسلامة يا إله العالمين، وكل غريب ترد الأهل وتجبر قلب الحزين. ربي بمحمد وآله، الله تجبر قلوب الثكالة. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد صلى اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على وصي الأوصياء ووارث علم الأنبياء، الحاضر الذاكر والخاشع الصابر، معدن الحلم وباقر العلم، الذي أظهر الدين إظهارا وكان للإسلام منارا، الصادع بالحق والناطق بالصدق، وباقر العلم بقرا وناشره نشرا، النور الباهر والقمر الزاهر والعلم الظاهر، الإمام محمد بن علي الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام،
لقب بالباقر لأنه بقر علوم النبيين، ويدعى الشبيه لأنه كان يشبه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولقب أيضا بالشاكر والهادي والأمين، ويكنى بأبي جعفر صلوات الله وسلامه عليه. وقد روي عن المصطفى الأمجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنه قال: إذا مضى الحسين عليه السلام قام بالأمر بعده علي بنه، وهو الإمام والحجة، ويخرج الله من صلب علي ولدا سمي وأشبه الناس بي، علمه علمي وحكمه حكمي، وهو الإمام والحجة بعد أبيه. يا مستمعين النظام، صلوا على البدر التمام محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولما أراد الله تعالى أن يهب للإمام السجاد ابنه محمد الباقر عليهما السلام، تزوج الإمام زين العابدين، وكان الإمام الصادق عليه السلام يقول عنها: كانت صديقة لم يدرك في آل الحسن مثلها، كيف لا وهي بضعة من ريحانة النبي محمد صلى وإنها نشأت في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فلما شاء الله تعالى أن يظهر حجته على خلقه ويزين الدنيا بأنوار غرة هاشمي من هاشميين، وعلوي من علويين، وفاطمي من فاطميين، لأنه أول من اجتمعت له ولادة الحسن والحسين عليهما السلام. يا مستمعين النظام، استعدوا للقيام. لم تشعر فاطمة بألم أو وجع، ولما اكتملت العدة التي أرادها الله لها وحان موعد الولادة، تساطعت الأنوار في أنحاء دارها، وإذا بها قد وضعت بالإمام أفضل الصلاة والسلام. نشكر المنشد علي عبد الله العريبي على ما أتحفنا به من مديح العترة الطاهرة.